الرحمن الرحيم. مشاهدي برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم على شاشة الصحة والجمال الفضائية المصرية. نبدأ كلامنا أو نبدأ حلقة اليوم بكلام الله، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة اليوم بتتكلم عن ثلاث محاور. هيكون معانا أول محور طبعا زيارة وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية إلى محافظة السويس، وكانت الزيارة أمس بمحافظة السويس أمس الجمعة بعد الصلاة، لأن السيد وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وبحضور محافظ السويس والقيادات التنفيذية والأمنية والسيادية. طبعا كان بيتم هناك افتتاح 5 مساجد وعلى رأسهم مسجد المصطفى بمساكن الملك عبد الله. طبعا عندنا مساكن الملك عبد الله بنطاق حي عطاقة بمحافظة السويس، تم افتتاح مسجد المصطفى هناك. وطبعا السيد وزير الأوقاف صرح لبرنامج الجريء عن افتتاح 5 مساجد بالسويس، هما مسجد المصطفى ومسجد المدينة. مسجد المصطفى بمدينة الملك عبد الله بنطاق حي عتاقة، ومسجد المدينة بنطاق حي فيصل، ومسجد أيمن هلال بنطاق حي الأربعين بمدينة العبور أو بمساكن العبور، ومسجد حسن أبو شكيو بحي الجنايم، ومسجد المدينة بمساكن عدلي منصور. تم افتتاح 5 مساجد بالسويس. وطبعا السيد وزير الأوقاف طبعا كانت خطبة الجمعة هناك في مسجد المصطفى بحضور مفتي الديار المصرية وبحضور محافظ السويس والقيادات التنفيذية والأمنية والسيادية وأهالي السويس من مساكن الملك عبد الله. كان يوم جميل هناك، وكنا هناك طبعا بكاميرا برنامج الجريء، وسجلنا مع السيد وزير الأوقاف وسجلنا مع السيد المحافظ. طبعا احنا في انتصارات اكتوبر، طبعا شهر اكتوبر شهر احنا بنحبه، لان محافظة السويس هناك بلد النضال، بلد الابطال، محافظتي اللي انا بكون فخور بيها وبجيب كل حاجة عنها. ان شاء الله هيتم افتتاحات ومشاريع كبيرة الايام المقبلة او الايام القادمة بالمحافظة. وطبعا جات لنا دعوة من مكتب اعلام محافظة السويس، غدا ان شاء الله الاحد هيتم افتتاح مدرسة في مدينة السلام، وهيتم افتتاح طبعا شبكات الصرف الصحي منهم محطة الجبليات، في مشاريع كبيرة اكتر من 26 مشروع بالصرف الصحي السيد المحافظ هناك، يعني شغالين فيهم شغل على اعلى مستوى. ده طبعا اول محور اللي هو زيارة وزير الاوقاف. وهيكون معانا تاني محور، هيكون ضيف الحلقة السيد المستشار شرف الدين محمد شرف النائب السابق بمحافظة السويس، هيتكلم عن انتصارات اكتوبر وهيعلق على زيارة الوزير ان شاء الله. واحنا بنعرض التقرير هنجيب ضيفنا وهو السيد المستشار شرف الدين محمد شرف. وهيكون ثالث محور تكريم او حفل تكريم اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام السابق بمحافظة السويس. طبعا كنا في أكاديمية النصر البترول، والسيد المحافظ كرمه بحضور التنفيذيين والموظفين هناك. عشان ما نحرقش طبعا التقرير والحلقة، احنا قلنا على اللي هيتم الثلاث محاور. بنقول طبعا للناس اللي قاعدين برة على الشاشات الفضائية اللي هي عاوزة تهدم مصر، كل مرة بنقول عنهم الناس دي مش عاجبها حاجة، ياخدوا فيديوهات وبيعلقوا عليها غلط، لما بيشوفوا أي مشروع طبعا استحالة يجيبوا أي إنجاز في مصر، عاوزين يهدوا مصر وخلاص، بيستخفوا بعقول الناس، بيقعدوا يقولوا أي كلام على الشاشات الفضائية المأجورة اللي عاوزة تهد مصر. طبعا إحنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين، عمر مصر ما هتتهدم، محدش هيعرف يهدم مصر. وبنقول يعني مأجورين الإعلام، حرام نقول عليهم إعلاميين، بنقول لمرتزقة الإعلام، الناس اللي قاعدة من أجل الدولارات اللي بتقبض وتقعد تطبل
بره للبلاد اللي بره، اللي احنا في يوم من الايام وقفنا مع الدول، مصر وقفت مع جميع الدول بره مش دولة واحدة، الدول اللي هي بتحرض علينا الإعلاميين دلوقتي. بنقول لمرتزقة الإعلام اللي بيقبضوا دولارات عشان يهدوا مصر، وهم أصلا من مصر وحرام أصلا يكونوا مصريين، دول عار على مصر، دول حرام يتقال عليهم مصريين، اللي هم مرتزقة الإعلام اللي قاعدين يشوهوا في صورة مصر. إحنا ولا حد بيوجهنا نقول كلام، ولا حد بيدينا تعليمات، إحنا إعلامنا إعلام حر، ولا على راسنا بطحة حد هيحسس لنا عليها، ولا علينا من إزاز حد هيعرف يكسرها، ولا قدرة متعورة حد هيلويها. الحمد لله إعلامنا إعلام نزيه، إعلام منهجي، بنقول المصداقية وبنجيب المشاريع وبنعرضها على أعلى مستوى. بنقول للناس اللي قاعدة بره بقى، الإعلاميين المرتزقة دول، لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلى على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضاني يأكلها الكلاب. انتم مش هتعرفوا تهدوا مصر، احنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين. مصر بتضخ مشاريع، مصر فيها مشاريع كبيرة، فيها بنية تحتية، فيها بنية أساسية، شبكات صرف صحي على مستوى 27 محافظة. مصر طالعة قدام مش هترجع ورا. الناس اللي قاعدة على الشاشات الفضائية اللي بتستخف بعقول الناس في مصر، انتم اخركم الجحيم. وخلي الفلوس الحرام اللي انتم بتاخدوها عشان تاكلوا بيها قرش حرام بتاكلوا بيه، خلي الحرام ينفعكم. بتقولوا اقتلوا جنود مصر، بتقولوا اقتلوا جيش مصر، عمر ولا الجنود ولا الجيش ولا الكلام ده، احنا هنفضل لاخر نفس. وكلام ربنا في سورة الفجر عن المال الحرام، بسم الله الرحمن الرحيم، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. شوف بقى المال الحرام، التراث، شوف الصديد اللي بينزل بطنك من الحرام اللي انت بتاخده من أجل الدولارات عشان تقتل أرواح الناس، تقتل المواطنين، مش هقول تقتل المصريين، تقتل المواطنين. شوف التحريض ده آخره إيه عند ربنا، هتقف قدام ربنا بمفردك. ربنا سمى نفسه القهار عشان هيجي في أيام هيقهر كل شيء. شوف أنت حسابك عند ربنا إزاي بالتحريض اللي أنت بتحرضه على قتل الجنود. انا مش هتكلم كتير، و يعني يا ريت فريق كنترول يطلع كده يوريني زياره او يفرج الساده المشاهدين تقرير زياره وزير الاوقاف ومحافظ السويس ومفتي الجمهوريه، ونجيب الضيف ونجي لكم تاني. طب محمد فازل، منهم بعض المساجد، يعني في مساجد تكلفتها عاليه جدا، يعني انت ممكن تلاقي تكلفه محمد فازل في حدود مليار جنيه ما بين موازنة الوزارة وموازين القوود الذاتية اللي بتتم تحت إشراف الوزارة. وده بقى أرض مرات على الناس اللي كانت بتدعي ادعاءات يعني لا أصل لها. ويمكن الجمعة المقاضية تحديدا كنا بنفتتح مسجد في إسرائيل محور المحمودية اللي كان عليها الكلام، ثمان مساجد أقامته الهيئة المركزية للقوات المسلحة، وكل مسجد معنى كلمة مسجد يعني قلنا لو كانت زاوية هيمشوا سيلة أعيد بناءها، يعني تمت التوسعة واتحطت في مكان أفضل بدل ما كانت في وسط الطريق أخذت على جنب، بس الزاوية اللي كانت زاوية صغيرة بقت مجمع مش مسجد. اللي بناته اللي بناته في الهيئة الهندسية الثمانية كل واحد فيهم مجمع، لأن المسجد طويل وبعده ضرب. إذ نادى مناديه لا يختلطن أحد اللبن بالماء، فقال
بكل ما تعنيه كلمة مدينة، بمدارسها، بطرقها، بإسكانها. فالدولة اليوم وزارة التربية والتعليم بتعلن إنها بتعد طرح 1000 مدرسة جديدة للبناء. فالدولة كما تبني في المساجد احنا بنعلن عما يخصنا، لكن التربية والتعليم اليوم بتطرح 1000 مدرسة. انت اليوم هو جاي تفتتح مسجد، لكن بطلب من السادة الإعلاميين التجول في المدينة بمعنى كلمة مدينة. فالدولة عندما تبني المدن المتكاملة بمساجدها، بمستشفياتها، بمدارسها، بمرافقها. وده الفرق بين عمل الدولة وبين ما تريد الدولة أن تتخلص منه مما كان قديما، المناطق الخطأ، المناطق العشوائية. انت بتنهي على زمن سادت فيه العشوائيات في كثير من الأمور، بما فيها بناء الزوايا الصغيرة على الطرقات تحت الكباري، فتستبدل بكل زاوية مسجدا جامعا. الحقيقة زي ما بيقول، لمثل هذا فليعمل العاملون. اللي عايز يعمل جامع ادي نموذج الجامع، اللي عايز يبني مدينة ادي نموذج المدينة، ادي بناء الدولة. عشان كده سيادة الرئيس لما اكد على اهمية الوعي، اهمية الوعي، لازم نوعي المواطنين بان الدولة بتبني. ويمكن الجولات دي بتفيد حاجة، ان حضراتكم بتشوفوا على ارض الواقع البناء الحقيقي، ليس المساجد فقط، وانما لدولة تبنى بناء عصيا حديثا. كل شكر حضرتك معالي وزير الاوقاف السيد اللواء عبد المجيد فقره محافظه السويس. بدايه تهانينا القلبيه بمناسبه العيد القومي لمحافظه السويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه احنا يعني مش هنوفي مولانا قدره، لان احنا من اول ما جينا محافظ للسويس، واحنا الحقيقه حققنا اتصال مع مولانا لم يتاخر علينا بشيء، سواء بامدادنا بالائمه، سواء بامدادنا بميزانيات لانشاء والانتهاء من بعض المساجد اللي كانت متوقفه، سواء من تجديد البنيه الاساسيه بتاعه جميع المساجد اللي هي كانت محتاجه انها تتجدد، الفرش بتاع المساجد، التوعية، وده الأهم في الموضوع. يعني أنا عندي أهم من بناء المسجد هو توعية الإمام اللي حيقف يقول للناس. مولانا عمل كورسات دراسية بشكل جيد وبشكل محترم، مش كورسات دراسية على أساس، لا، يعني توعية الأئمة والوعاظ الخريجين وتأهيلهم. النهاردة معظم الأئمة والوعاظ اللي موجودين عندنا في محافظة السويس حاصلين على درجة الدكتوراه، حاصلين على الماجستير، أو حاصلين على دبلومة. مش القصة انه يبقى مؤهل دراسي، هو الفكرة ان ده اطلع وقرا في التخصص. فبالتالي نوعية العلم اللي بيوصله للناس ما هوش واحد يعني رب دقنه طالع يقول اي حد، هو ده الموضوع، هو ده الكلام اللي هو لازم. فانا بشكر مولانا وجزاه الله خير على انه يراعي الائمة والوعاظ ويثقفهم، علشان الرسالة اللي توصل للناس تبني مجتمع سليم محترم. ولكن دعني أخذ من كلام مولانا على الزوايا. إحنا طريق السويس وإحنا بنطوره وإحنا بنبنيه كان في مسار كوبري، كوبري اتعمل الكوبري فعلا، ومش قادرين نفتتح الكوبري لأن في زاوية لا تسع أكتر من 10-15 واحد في السكة، والناس خايفة تقرب منها. نحن لم هدناها وبنينا في المقابل ليها داخل الموقف اللي هو مقابل ليها الناحية التانية مسجد جامع محترم. مشاهدينا الكرام، طبعا التقرير يتحدث عن نفسه من محافظة السويس. نزلنا طبعا بكاميرا برنامج جريء، سجلنا مع السيد الدكتور محمد مختار جمعة، وطبعا بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وسجلنا طبعا مع السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس. وطبعا كلنا شفنا التقرير يتحدث عن نفسه، وصرحت وزارة الأوقاف طبعا بتجهيز وفرش أكتر من 3600 مسجدا على أو خلال 6 سنوات، طبعا بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه. طبعا التقرير يتحدث عن نفسه، ونخلي طبعا سيادة المستشار يعلق على التقرير. يسعدني ويشرفني على الهواء المباشر أرحب بضيف الحلقة السيد المستشار شرف الدين محمد شرف، النائب السابق عن محافظة السويس. مرحب بيك سيادة المستشار. مرحب بيك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدي. طبعا منور برنامج جريء وشاشة الصحة والجمال، ودي مش أول مرة حضرتك تطلع معي على الهواء. نعم. كلمني بقى عن زيارة وزير الأوقاف. تمام. إن شاء الله بعد كده نخش المحور الثاني إن شاء الله أكتوبر بإذن الله. وطبعا أنا بشكر سيادتك وبشكر قناة الصحة والجمال، شرفت، وبرنامج حضرتك الممتاز اللي بيمتعنا في السويس، وفي مشاهدين كتير جدا مش على مستوى الجمهورية بخصوص السويس بالذات،
لانك انت فعلا عملت طفره جميله جدا في مجال الاعلام عندنا في بلدنا. بنحبها السويس الحقيقه، ده حقيقه يعني، احنا بنشوف الكلام ده حقيقي، لازم نديها حقها. وانت قايم بدور كويس جدا الحمد لله. تسلم يا استاذ، ده يعني حاجه مشرفه فعلا يعني. كان معانا طبعا الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، ومعانا الدكتور شوقي علام والله مفتي الديار المصريه، ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا القياده التنفيذيه، بنحمد ربنا سبحانه وتعالى في افتتاح مسجد المصطفى من سياده الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف، محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه، في حضور السيد وزير المحافظ والساده التنفيذيين بقياده السكرتير العام الجديد الاستاذ خالد السعداوي. طبعا بالمناسبه دي بنوجه له التهنئه، وايضا السكرتير العام المساعد السيد العميد ايهاب سراج الدين، طبعا بنوجه له برضه ايضا التهنئه. واحنا اليومين دول فعلا بنعيش يعني احتفالات وروايح انتصار اكتوبر بمناسبه احتفالات السويس بعيدها القومي في 24 من اكتوبر، واحنا مش جديد علينا، احنا يعني الحمد لله كنا فعلا بنستقبل الساده الوزراء في اعياد اكتوبر في السويس، بنستقبل فضيله المفتي وفضيله وزير الاوقاف وفضيله الدكتور شيخ الازهر في افتتاح المساجد وفي مناسبه برضه عيد اكتوبر، وايضا عند توديع الحجاج من ميناء بورتوفيق. يعني احنا في لقاء روحاني، وفي يعني خط بيننا وبين بين الازهر وبين الاوقاف. احنا بنحيي سياده اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اللي بيرجع لنا تاني للسويس يعني الافتتاحات، لان احنا كنا فعلا محرومين فتره ماضيه كتير جدا من الاحتفال بعيد اكتوبر. الاحتفال بعيد اكتوبر في السويس عندنا بيتم من خلال افتتاح مسجد، افتتاح مصنع، افتتاح مشروع للقضاء على البطالة، عيد بقى عيد قومي، هو ده الصح وهو ده احنا عايزينه. مظاهر الاحتفال بتبقى افتتاحات، ودي انا من هنا بوجه التحية والتقدير للسيد اللواء عبد المجيد صقر، وطبعا القيادة السياسية اللي بتوفر الاعتمادات. دخلنا في يعني في عامين طبعا احنا يعني سنتين بالظبط السويس بتشهد طفرة في مجال التجميل والدين. في مجال التجميل والنظافة، معلش يا سيادة المستشار، بتشهد في مجال بنقولها على الهواء اهو. نعم، غصب عن القواسي والدين تمام، السويس تشهد طفرة كبيرة من انجازات ومشاريع كبيرة جدا، واحنا بنقول الكلام ده ولا بنعرف نسقف لحد ولا نطبل لحد ولا الكلام ده، دي بلدنا واحنا بنحبها. انا سويس رب العالمين جدا، بننزل بكاميرا برنامج الجريء في كل جوله وكل زياره بنسجل وبنشوف بس احنا كل برضو حاجه على ارض الواقع. من هذا البرنامج عاوزين المزيد. احنا كشعب السويس يعني ايوه نطلب بالمزيد، نطلب بالمزيد، نطلب من السيد وزير المحافظ، بنقول له ان احنا فعلا احتفالات اكتوبر دي عاوزينها ترجع زي زمان، عشرات المصانع للقضاء على البطالة. أنا عندي عندنا صندوق الخدمات في المحافظة كان زمان بيعمل مشروعات في مجال التسمين، في مجال البيض، في مجال توزيع الأراضي على الخريجين وبحضور الوزراء. احنا إن شاء الله بإذن الله أنا شايف إن ماشيين على الخط المستقيم، وماشيين زي ما بنرجع تاني بل إلى الأحسن كمان العصر الذهبي للسويس. لأن أول حسيتك حاجة إن في 14 أكتوبر بعد انتصارات اكتوبر على طول كان رئيس الجمهوريه بيجي لنا كل سنه. رئيس انور السادات رحمه الله كان بيجي للسويس كل سنه يعيد على شعب السويس. احنا عايزين رئيس الجمهوريه يعني باذن الله الرئيس عبد الفتاح السيسي يجي لنا السويس من برنامج بسيادتك. انا بطلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجي لنا السويس، وشعب السويس يتمنى هذا اليوم وهذا اللقاء. هو جه كتير السيد الرئيس، جه ودولة رئيس الوزراء يحتفل معانا في 14 اكتوبر. احنا نطلب اكتوبر ورئيس الوزراء والسادة الوزراء وطبعا دي لان السويس دلوقتي بقول لسيادتك حاجه اتحطت زي ما قلت زمان على الخريطه السياحيه، لا ده اتحطت في الخريطه الصناعيه والاهميه، لان العاصمه الاداريه الجديده على بعد 60 كيلو بينها وبين السويس، ومدينه الجلاله في نطاق السويس. فمن هنا مش ممكن هذا الصرح العظيم بنت الجلالة السياحية. اقول لك كلمة صغيرة، السويس قاطرة التنمية يا احنا على مستوى طبعا 27 محافظة، نتمنى ان شاء الله احنا محافظة وفي 26 بره السويس قاطرة التنمية، يعني لان السويس فيها ال 26 وهي ال 27، يعني 27
محافظه داخل محافظه السويس، مما صانع بقى ومشاريع وعمال ومقاولين. الكلام اللي سمعته النهارده في البرنامج من السيد الوزير المحافظ وفضيله الشيخ محمد مختار جمعه، نعم، بيتكلم على ان هناك طفره في موضوع التوسعه في المساجد. ده يعني صرح وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه يعني بتجهيز وفرش بعدد 3600 مسجدا. تمام. بتكلفه ايه؟ تكلفه ثمنها او قدرها 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه حاجه يعني حاجة عظيمه جدا. وطبعا نزل محافظه السويس تم افتتاح عدد خمس مساجد. الكلام الحلو يعني النهارده واللي اسعدني من السيد الوزير محافظ السويس عم بيجي الصقر، نعم، ده هو بيتكلم على الانسان اهم من الايه، من الحائط او المساجد كمباني. نعم. احنا عاوزين توعيه الانسان، ودي هي الرساله الحقيقيه اللي احنا بننتظرها من الدعوه الحقيقيه، واللي بلادي كان دايما بيها السيد رئيس الجمهوريه تصحيح المفاهيم المغلوطه لدى الشباب. يعني للاسف بعد اذن سيادتك، لما احنا بنسمع على قناه الماجوره، قناه الجزيره الماجوره دي لسه بتكلم عليها. طبعا اتكلمت عليها. لما نشوف واحد مقاول عنيل وخائن وجبان، نعم، من خلال قناة الجزيرة بيحرك الشارع المصري، وفي قلة من الشباب، قلة يعني الحمد لله الشعب المصري، الشعب المصري دول بيستخفوا بعقول الناس، إنما هناك قلة للأسف بتستجيب لهذه الدعاوي. ليه؟ لأن برضو احنا محتاجين مزيد من التوعية، نعم، ومزيد من تصحيح الخطاب الديني وبساعتك، بحيث ان التوعية تصل للشباب اللي موجود في القرى، طبعا في النجوع وفي المناطق العشوائيات. يعني دلوقتي كمان اللي حضرتك بتقوله ده يعني حاجة مهمة جدا. نعم، هو التوعية الإنسان، التوعية دي حاجة مهمة جدا. احنا تمام. عارفين بعد الثورة غيبة ثقافة التعامل، سياسة الأداء، نعم، ثقافة المواطن، نعم، الحاجات دي غايبة، لازم يتعمل لها توعية لشبابنا أو الناس اللي بتقعد أمام الشاشات المأجورة دي. تمام. ما تسمع لهاش. تمام. إحنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين، لازم الناس تعرف دينها، تعرف مصر دي من هنا يعني حاجة كبيرة من هنا صغيرة. احنا بنستجيب لنداء السيد الوزير المحافظ اللي بيتكلم في هذه الجزئية، نعم، وبنقول برضو إحنا مش هنرمي العبء كله على برضو الأوقاف والأزهر. تمام. لا، ده احنا عاوزين المجتمع كله، كل المجتمع. نعم. يعني النقابات، الجامعات الأهلية، الأحزاب السياسية، كل ده كل دور في التوعية. نعم. لأن احنا كشباب محتاجين، أو الشباب أولادنا محتاجين التوعية وتوضيح الـ أو كشف الشائعات، لأن بتيجي شائعة مورضة بهدف إيه؟ ده دي حروب بتاعت حروب الجيل الرابع، بهدف تدمير الشعوب من الداخل، باحداث الفوضى واحداث القلائل واحداث البلبله وسط الشباب. ومن هنا بيستخدموا اجهزه التواصل الاجتماعي، نعم، والفيسبوك والتويتر وكده، بحيث ان هم يعملوا قلاقل في الشعوب. واحنا شفنا الكلام ده في سوريا، وشفنا في العراق، وشفنا في ليبيا. لكن لما يبقى في توعيه مستمره من المجتمع كله متعاون مع بعضيه، وده اللي بنادي بيه السيد رئيس الجمهوريه، بيقول انا براهن على وعي الشعب المصري. نعم. الشعب المصري فعلا الحمد لله متماسك، ومعاه ووراء قوة صلبة من القوات المسلحة المصرية اللي هم أبناء الشعب. كلمنا على مجلس النواب القادم. ما سعادتك شايف كتير. طبعًا. مش عارف 32 كتير قوي. هو يعني احنا يعني ما بنقلش من قدر حد. المرشحين اللي عاوز يترشح يروح يترشح، ملناش المرشحين، واللي ينجح نقول له ألف مبروك، واللي ملهوش حظ نقول له هارد لك في دورة قادمة. الترشيح أنا عرفت إن المترشحين حوالي 33 أخ فاضل، يعني نعم، كلهم أخوة أفاضل، نتمنى لهم التوفيق جميعا. ولكن في النهاية السويس لها أربعة، اثنين قايمة واثنين فردي. نعم. ففي النهاية المواطن هيعلم على القايمة ويعلم هنا على الفرد. ولكن اليومين دول في ظاهرة سيئة، ظاهرة المال السياسي. والسيد رئيس الجمهورية قال أنا براهن على وعي الشعب المصري. نعم. أنا عاوز الشعب يختار الأصلح والأنفع والأقدر، ويكون وطني ومخلص بيحب بلده، عشان هو ده اللي يواجه التحديات مع القيادة السياسية. يعني الشعب يطلع يقول يختار الإنسان صوته، ينزل أهم حاجة الشعب ينزل. أهم حاجة ينزل. لما الشعب ينزل هيمنع المال السياسي. نعم. لكن لو ما نزلش الشعب المال السياسي موجود، ومن هنا
يعني انت براحتك بقى، انت لا تبكي على ابن المسكوب. نعم. ولكن انت تعالى عشان تجيب الانسان اللي فعلا بنتكلم على مستوى ال 27 محافظة. طبعا الشعب المصري، على محافظة الشعب المصري كله ينزل 27 محافظة، احنا بنتكلم على 27 محافظة جمهورية مصر العربية. نتمنى ان الشعب المصري يعني ينزل واضح وصريح، وبالذات الشباب. الشباب نعم. لازم يقول كلمته، لان فعلا الدستور اعطى الحق للشباب. النهارده المرأة 25% من تعداد المقاعد في مجلس النواب للمرأة. نعم. 25% للشباب. طب عاوزين ايه تاني؟ جاء دوركم بقى ان جميع الفتيات والشباب كله ينزل يقول رأيه، بحيث ما حدش يتخلف. مش هقول لك ادي لمين او ادي لمين او ادي لمين، ادي القائمة اللي انت عايزها، ادي للشخص اللي انت مقتنع بيه. انا بسأل حضرتك ليه؟ لان انت حضرتك كنت نائب عن محافظة السويس. طبعا في دورة 2010. وما يعني حصلش نصيب طبعا الثورة. قعدنا 50 يوم ما زدتش عن كده، لان ال 50 يوم يعني بفضل الله الواحد يمكن ما كانش بينام يمكن كويس في البيت، لان كنت في الشارع ما سبتش ولا شركه من شركات السويس الا قابلت رئيس الشركه عشان ايه نحفزهم ان هم يبقى في الشباب السويس. طب انت ليه يا سياده المستشار ما قدمتش ورقك؟ يعني انت كنت نائب عن محافظه السويس، والله ما قدمتش اوراقك ليه المطلوبه؟ يعني في حاجه يعني انا قلت ايه محتفظ بيها؟ أنا في احتفاظ يعني؟ لا ما فيش احتفاظ ولا حاجه. لا. والله انا كنت ناوي فعلا انزل. لا. ولكن برضو لما لقيت يعني المناخ يعني ما عجبنيش شويه. تمام. فقلت اتاخر شويه سنه، خدت جنب شويه، ودي فرصه المره دي للشباب ان هو ايه يتحرك. الشباب مطلوب طبعا. يعني هو الشباب، هو الشباب هو عماد الامه طبعا. احنا طبعاً عاوزين طبعاً الشباب هو اللي يتحرك وهو اللي يقول رايه طبعاً. لكن مش هنستغنى عن الحكمه وعن الشيوخ، لان لا احنا الامه والدوله قائمه على ايه؟ عاوزين توعيه، على قوه الشباب فكر، وعلى عاوزين الفكر. حد يعني احنا عاوزين حد يعمل كده، يعني مؤتمرات توعيه. نعم. يوعي شبابنا. نعم. يعرفوا يعني ايه وطنه، يعرفوا يعني ايه مصر، يعرفوا يعني ايه دينه. في ناس مغيبه. نعم. المستشار. نعم. احنا مصر بتواجه تحديات رهيبه جدا، بتواجه شايف تحديات. انت الجرائم اللي بتحصل المعادي ومش عارف اسماعيليه وهنا يعني، يعني حاجه في ايه انا مش عارف يعني. وبقول لحضرتك الاول، احنا كدوله مصر يعني الحمد لله احنا واقفين على رجلينا الحمد لله، ونشكر الله سبحانه وتعالى، ونشكر القياده السياسيه المتماسكه، وقوتنا لقواتنا المسلحه والجيش المصري واقف بيواجه التحديات، في سواء في الجبهه الشرقيه في سيناء بيواجه الارهاب، في الجبهه الغربيه في الجنوب من ناحيه السودان، في دي حاجات رهيبه جدا. احنا عاوزين نوعي شبابنا بهذه التحديات. تمام. ان انت تكون على مستوى من الثقافي والوعي، انك انت عارف ان من ان طالب ان القياده ان السياسيه الارهاب اللي الداخلي ده ان يعني ناشد عدوك دلوقتي كان زمان والحزبيه والناس اللي هي تمام ليها دور بنناشدهم والله المجتمع ناشد بنناشدهم قول اعملوا توعيه الكلام ده. واحنا برضه هننزل بكاميرا برنامج جريء من على شاشه الصحه والجمال طبعا، ونعرض الكلام ده لشبابنا. تمام. احنا عاوزين اولادنا يعرفوا الحقيقه، ما حدش يضحك عليهم، ما فيش واحد عميله مأجور يطلع في قنوات جزيرة ويحرك الشارع المصري، مش ممكن. عرفهم عرفهم مصر عاش فيها نبي طبعا. مصر دعالها نبي، مصر اتجوز منها نبي، يعني الناس دي لازم تعرف الكلام ده. لازم في مجتمع كبير عريق زي مصر في ناس عندها الوطن ده وحب مصر في الدم. نعم نعم. من هنا نرجع برضه موضوع الانتخابات عشان ما ياخدناش الحماس. اللي انا بتمنى ان شبابنا وشعب المصري كله وبالذات عندنا في السويس، ان شعب السويس ينزل يشارك في الانتخابات، ما يسيبش فرصه للمال السياسي ان هو يختار اي حد كده او كده او يتلاعب. لا ده وعين ده توجيه من سيد رئيس الجمهوريه بيقول انا براهن على وعي الشعب المصري في انه ينزل ويشارك ويختار من هو اصلح واكفأ واقدر على القياده في المرحله القادمه، لان مجلس النواب ده مجلس تشريعي. نعم. مجلس رقابي، يعني مفترض في النائب اللي هو يمثل هذا الشعب ان يكون قادر على مناقشه مطلوب بقى بعد مجلس النواب. احنا الشيوخ تمت على خير، وطبعا مجلس النواب ان شاء الله على خير. مطلوب بقى المحليات. تمام. ليها دور كبير طبعا المحليات في رقابه. المحليات دي رقابه اساسيه. نجاح اي دوله على مستوى العالم من خلال محليات. نعم نعم. ومن نعم هنا الاحزاب ليها دور في التوعيه وفي النهوض ثقافيا بالشباب ان هو يحمسه انه يشارك في المحليات القادمه ان شاء الله. لان المحليات دي في الدوله الديمقراطيه هي الاقاليم والمحافظات بتقوم على المحليات. نعم. لان بتشارك الجهاز التنفيذي في وضع السياسه العامه للدوله، ووضع قصدي اقول السياسه العامه للمحافظه نفسها وسياسه التنميه. يعني كل محافظه ليها برامج تنميه
تمام من خلال المجلس المحلي. المجلس المحلي ده منتخب من قبل المواطنين. في بقى ظاهره غريبه عاوزين نتكلم عليها كده. كل واحد النهارده بيبقى قاعد على التواصل الاجتماعي طبعا فيسبوك، اللي يكتب لك الصحفي فلان وهو تلاقيه مثلا شغال شغلانه تاني، اللي يكتب لك الاعلامي فلان وهو تلاقيه في مجال تاني، تمام بيكتبوا اي حاجه. انا مش دعوه يكتب المسمى بتاعه، في طبعا جهات رقابيه وفي طبعا امن وفي طبعا جهات سياديه هي بتحاسب الكلام ده. احنا عاوزين نفهم بس، احنا لما بننزل من قناه زي الصحه والجمال بقى لها النهارده فوق 19 سنه، تمام. قناه طبعا قديمه، بننزل بكاميرتنا، بيجي لنا دعوه من طبعا وزاره الاوقاف او اي وزير نازل، نعم. بيجي لنا الدعوه من مصر، نعم. وبننزل طبعا الى محافظه السويس، بنلاقي 30 40 واحد واقف، اللي رافع كاميرا التليفون، اللي رافع مش عارف ايه، واللي يقول لك انا صحفي. ايه الظاهره دي؟ احنا مش عارفين يعني. وهو سعادتك برضه يعني احنا ما اتعلمناش عشان ناخد مثلا بكالوريوس اعلام، ولا بنتعلم بره مصر عشان نكمل ماجستير او الكلام ده، او الواحد مهني عشان يتصادف او يلاقي الكلام ده. يعني عاوزينها قانونيه يعني. طبعا هي وفيش اي عمل من دون رقابه، لان لو اتساب الموضوع كده طبعا هيبقى مشكله. يعني انا شايف ان برضو الدوله الحمد لله مهتمه بهذا الموضوع، لان نعم. لان التواصل الاجتماعي دلوقتي بقى خطير جدا، وبيليه رساله قويه جدا، ممكن تكون ايجابيه وممكن تكون سلبيه يا فندم. ده بيبقى موظف بموظف في شركه ما او مثلا في جهه حكوميه، نعم. بيسيب شغله يطلع ويقف ويقول لك انا صحفي. انت اخر الشهر الموظف، يعني الموظف ده اللي بيقبض اخر الشهر ده ماله حرام، لان ما بيديش حقه في مجاله اللي هو شغال فيه، وبيطلع يشتغل في مجال تاني. لا، هو اللي بيقول كلمه صحفي ده بيقولها مجازا، لكن لكن الصحافه دي ليها طبعا نظام، وفي نقابه الصحفيين، ويكون اصلا بكرسي اعلام، يكون يعني في المجال ده مجال مهني، نعم. ما يبقاش اي حد كده ياخد المحمول ويصور ويقول انا صحفي. ونناشد المسؤولين بايه؟ طيب طبعا عشان احنا تعبنا اصلا من الاوضاع دي. طبعا احنا يعني النهارده انا راجل، معلش بعد احترامي ليك، انا راجل مقدم برنامج جريء، نعم. بقالي فتره ماشي طبعا داخل مدينة الانتاج، بقالي مثلا 8-9 سنين اشتغلت على 5 قنوات فضائية، منهم قناة الحدث، العاصمة، الرافدين بلس، الصحة والجمال، كل قنوات فوق دماغي، نعم. والحمد لله برنامجي فيه. بقالي النهاردة اكتر من 19 سنة في شغل الصحافة والاعلام. النهاردة انا راجل مقدم برنامج، بطلع بتلاقيني وانا بطلع كده بجيب التقرير، بجيب السيد المحافظ، بتلاقيني انا اللي بعمل التقرير، بنزل لمراسل. في فرق ما بين المراسل مهنيا، ايوه، احنا اعلامنا اعلام منهجي، اعلام بناء بنبني بلدنا، وليس عندنا الكره لحد، احنا ما بنكرهش حد، بس كل مهنه ليها اللي بيشتغل فيها، نعم. عشان ده شغله. النهارده بتلاقيني بسجل مع المحافظ، انا اللي بنزل ليه؟ ما فيش مش معتمد. النهارده المراسلين اللي قاعدين بياخدوا قطعه، بياخدوا دقيقه يودوها لقناه ما عشان ياخد له معلش يعني 100 جنيه ولا 150 جنيه، ده رزق وانا ماليش دعوه بيه. لكن فاحنا عاوزين نتكلم على الاساس. هو طبعا في ناس بتنتحل صفه الصحفي او صفه اي مهنه، مخالف للقانون من هنا. لو في بقى انا متاكد بان واحد بينتحل الصفه دي، انا بقى مهمتي كمواطن ابلغ عنه. انا عمري رحت الاسم والشرطه وبلغت عن هذا الشخص بقبل سيادتك، يعني الدوله فين ماشي؟ انا مثلا يعني بعد كمل حضرتك، محدش هيستنى، لان على طول هتحرك الدوله عليه. فين انا لما اروح مثلا هتعمل يعني في بعد احترامي ليك ويتعمل بيه يعني اطار النيابه ويتحرك في الدعوه الجنائيه يعني في الكلام. انا لما بروح مثلا، انا كنت بقدم مثلا على ترخيص سلاح في الجهات الامنيه، أيوة. طبعا بياخدوا مثلا مؤهلات، بياخدوا حاجتي، بياخدوا البطاقه، بيروح. النهارده انت لما تروح السجل المدني بتقول له انا راجل خريج كذا، بياخد ايه؟ يعني انت حضرتك اقرا كده بعد اذنك، امسك البطاقه، معلش اقرا المهنه ايه؟ لا بكرس اعلام، يعني دي مهنتي. النهارده لما يطلع لي كارنيه زي ده، ده كارنيه حضرتك دخول، انت كنت معايا، ده حضرتك دخول مدينه الانتاج الاعلامي. الكلام ده ما بيطلعش طبعا لاي حد، واخد بالك؟ وحاملين ابيض كده من ورا عشان ما يتزورش الكلام. أيوة ده أيوة. النهارده تلاقي واحد بطاقته انا بجيبها اهو، انا على الكاميرا اهي، بتلاقي بطاقته معلش لا يعمل ولا بدون عمل ولا دبلوم صنايع ولا موظف في شركه بترول، وبيجي قدام الجهات الامنيه وبيجي يقول لك انا صحفي. ما هو لسه يعني دي مصيبه. انا اقول يعني دي مصيبه لوحدها. يعني ايه؟ في وظائف معينه ما ينفعش فيها التساهل. بمعنى تمام. ايه؟ لان الصحفي دي رساله،
الاعلام ده رساله. تمام. رساله قويه جدا. ايوه هو ممكن ما يكونش فاهم مش دارس بسببها. معلش حضرتك هو ممكن ما يكونش دارس او ما يكونش راجل مهني ماشي. ماشي. يقول اي كلام يغرق. عشان كده بقول لحضرتك هنا لابد من ان يكون في وعي المواطن ان هو لما يشوف واحد زي كده منتحل صفه وظيفة معينة أو صحفي وهو مش صحفي بيبلغ عنه على طول. ليه؟ لأن في خطورة قوية جدا على أن ده يتساب، لأن ممكن ده يسبب في طبعا في وهو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيخلي القنوات المأجورة بره، معلش من خلال دول. هو ده اللي بيخلي القنوات المأجورة أو الإعلاميين المرتزقة اللي بيقبضوا دولارات عشان يهدوا مصر. تمام. ياخدوا كلام الناس دي وإيه ويعملوا عليه إيه، يعملوا عليه بقى إيه مسرحية وفيلم ويهدوا مصر. بالظبط كده. بالظبط. يبقى هنا دور بقى الجهات الأمنية أو التنفيذية أو الرقابية أو السيادية. نعم. تشوف الناس دي. بالظبط كده. هاتوا يا عم اعمل لي وثيقة تعارف، أنا ما رحت أعمل ترخيص سلاح طلبوا مني وثيقة تعارف. أنت بالزبط. مين؟ وأهلك مين؟ وعيلتك مين؟ وأنت إيه في الدولة؟ وأنت إيه كيانك؟ ما هو عشان كده بنقول لسيادتك إيه؟ إن أخطر مرحلة بتمر بها الدولة واخد بالك هي مرحلة التوعية. ليه؟ لأن لو إحنا شفنا خطأ أو شفنا إنسان بينتحل صفة مهنة مش بتاعته ودي تأثر على الأمن القومي وتأثر على إنها نشر الشائعات وإحداث بلبلة وإحداث قلاقل في الدولة ونشر الفوضى، من هنا ده ما يسبش. ما يسبش ليه؟ لأن ده هيؤدي إلى تدمير الشعب. طالب بقى من حضرتك يعني حاجة، أنت قدمت تهنئة للسكرتير العام والسكرتير المساعد. معانا طبعا حفل تكريم، هنطلع نتفرج على تقرير أنا وحضرتك كده، وطبعا هنهني يعني اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام السابق يعني اسمع كلمة السيد المحافظ. يا ريت نطلع للتقرير يعني، يعني فريق الكنترول يطلعنا للتقرير أو السيد المخرج. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد من داخل أكاديمية النصر للبترول وتحديدا من داخل الصالة الكبرى. هنلتقي بالسيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر. مرحب بك سيادة اللواء. أهلا بيك سيادة اللواء. النهارده بقى يوم جميل ويوم حفل تكريم اللواء مهندس طارق عبد العظيم، وشايفين يعني الناس كلها فرحانة باليوم الجميل ده. كلمني بقى عن اليوم. والله يعني اللي أنا بقوله إن إحنا أرسينا تقليد في السويس، ابتدينا من ساعة ما جينا إن كل بني آدم خدم على الأرض دي لازم على الأقل هو ماشي يتقال له شكرين. احنا أرسينا هذا التقليد لجميع الموظفين سواء في ديوان العام المحافظة أو الأحياء أو وقلنا كمان للمديريات إن تعمل حفلات عندها كده، مديرية الصحة، مديرية التعليم، لازم هم كمان يعملوا حفلات كده بالشكل ده. ما ينفعش واحد خدم، لأن النهاردة لو قلنا سن متوسط للموظف بيقعد في الوظيفة ما يقرب من حوالي 40 سنة تقريبا، وبعد كده يخلى يطلع معاش تقول له مع السلامة كده من غير لا لا لا، ده انت لازم تجيبه وتقول له متشكرين ومقدرين مجهودك وربنا يديك الصحة وطولة العمر، انت حطيت لبنة في هذه المحافظة. فبالتالي احنا عملنا مع اللواء طارق اللي احنا بنعمله مع الموظفين العاديين بتوعنا، مع الفارق ان ده السكرتير العام للمحافظة. والحقيقة انا شخصيا حاسس بالافتقاد لي، لان هو الحقيقة كان ركن ركين في المطبخ السويس زي ما بيقولوا. لكن عزقنا ان واحد من نفس المدرسة برضو الاستاذ خالد السعداوي بنبارك له على توليه السكرتير عام، ونتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله خلال الفترة القادمة. واللي انا بقوله ان السويس محافظة محترمة ومحافظة قوية، وان شاء الله عند وعدنا ان المحافظة هتبقى احسن محافظة في 27 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية ان شاء الله، وده وعد افتكروه. اكتوبر كله يعني شهر اكتوبر كله اعياد، احتفلنا ب 6 اكتوبر، عاوزين بقى مفاجأة كده من السيد اللواء عبد المجيد صقر في العيد القومي 24 اكتوبر، وما هو المترتب او العائد من السيد اللواء عبد المجيد صقر على المواطن السويسي؟ طب انا هقول لك حاجة، يعني ان شاء الله احنا هنبتدي احتفالات اكتوبر وهتبقى معانا، فخلي المفاجأة وانت معانا هنقولها لكم علشان تبقى الاهل السويس كلهم يبقوا فرحانين كلهم بيها، واعتقد ان اهل السويس كلهم يعني يستحقوا انهم يفرحوا. نتمنى بقى بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ هاني، كل سنه وحضرتك طيب. النهارده احنا شايفين التنفيذيين وعلى راسهم السيد محافظ السويس، وشايفين يعني المحبين كتير قوي لحضرتك، نقول ايه كلمه طيبه للناس اللي جايين؟ اقول الحمد لله، ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا كرمني بين الناس على قد ما الشغل اللي احنا اشتغلناه، ربنا الناس بتحبنا، الناس بتحب اللي بيشتغل، الناس حبت
اللي متواجد معاها الناس حبت. فالحمد لله، انا الحمد لله جدا وليا الشرف ان انا اكون اول ما اتخرجت من الكليه الفنيه العسكريه خدمت في السويس سنه 85 لحد 88، 3 سنين في السويس، فالحمد لله في مدينه الابطال. الحمد لله بختم العام الستين في السويس في الديوان العام المحافظه، فدي شرف ليا بصراحه ان انا ابدا حياه العمليه في السويس واختم حياه العمليه من السويس. اشكر كل الحضور، اشكر سياده الوزير المحافظه اللي تعلمت منه كتير، تعلمت منه كتير، تعلمت منه في الجيش في 38 سنه في الجيش، وتعلمت منه سنتين. اشكر الدكتور عبد الله اللي اعتبر ان هو زميل، اعتبر ان هو دخل معايا الكليه الفنيه العسكريه، مع انه سنه صغير بس دخل معايا الكليه الفنيه العسكريه زميل، وتعلمت منه كتير في المحافظه، راجل مخلص وراجل شغال في المحافظه كويس. الاستاذ خالد سعداوي بالنسبه لي شهادتي ليه مجروحه، لان الراجل ده زميل وراجل قريب. والاستاذ رؤساء الاحياء بالكامل اشكرهم، لان هم بصراحه على قد تحملوا ضغط مني. الساده المديرين التنفيذيين تحملوا مني ضغط شديد، انا بطبيعتي الانضباط، بطبيعتي ان انا خريج المؤسسه العسكريه، فبتبقى دايما اساسا من انضباط وحركه سريعه. فدي يعني التقرير يتحدث عن نفسه من داخل أكاديمية النصر للبترول بالسويس. طبعا سمعنا كلمة السيد المحافظ كان بيصرح لبرنامج جريء، وطبعا الرجل المحترم اللواء طارق عبد العظيم، طبعا السكرتير العام السابق، سمعنا أليف حق طبعا السيد المحافظ والمؤسسة العسكرية والسكرتير المساعد والتنفيذيين ورؤساء الاحياء. كلمتك يا سيدي. بالنسبه دي طبعا بنهني السيد اللواء عبد العظيم، طارق عبد العظيم، راجل محترم جدا، ويعني ادلى بدلوه في محافظه السويس، وكان راجل مخلص وكنا بنشوفه في الشارع، يعني راجل ميداني بالدرجه الاولى. نعم. واحتفال النهارده اللي بقياده الوزير محافظ السويس سياده اللواء اركان الحرب عبد المجيد صقر، ده دليل على الوفاء، وكأن شعب السويس كله بيلتف النهارده، ممثل في الاجهزه التنفيذيه والشعبيه والسياسيه كانت موجوده النهارده، بتقول للسيادة اللواء طارق عبد العظيم متشكرين على جهدك، ده دليل على الوفاء والمحبه، وده نهج ماشيه بيه السويس من زمان مش من النهارده الحقيقه يعني. نعم. وده احنا ده اللي بنشوفه فعلا احنا كمصريين وعلى طبيعه الشرقيين، يعني احنا بنحب الوفاء ونحب القيم النبيلة والإنسانية اللي بتخلي الواحد يبقى يحس ان هو فعلا أدى رسالته في هذا المجتمع، وفي كلمة شكر بتمثلة في سيادة الوزير المحافظ. ولكن بعد اذن عليك برضو عايز اقول لك يعني ان أنا بالمناسبة دي انا برضو بطلب من سيادة الوزير المحافظ ان مش عايز في برنامج فعلا الا اوصل له رسالة ان في عجالة ان رئيس الجمهورية في المؤتمر، فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر قريب كان بيتكلم على افتتاح 22 كوبري في نطاق منطقه شرق القاهره. تمام. واحنا بنسافر اسماعيليه دايما في مجلس الدوله بنشوف اكتر من 12 كوبري اتعمل السنه اللي فاتت. تمام. احنا عندنا كوبري واحد بس في السويس، ومن هذه وهذا المنبر احنا عاوزين شارع الجيش ناشد. ده ناشد سيد مدير المحافظ، شارع الجيش اللي هو يعتبر الوحيد في سيتيكيا السويس اصبح دلوقتي مكتظ بالسيارات، مكتظ بالمواطنين. نعم. احنا عاوزين هذا الشارع يبقى فوق منه كوبري شديد، يبقى فوق منه كوبري على غرض كوبري 6 اكتوبر في القاهره هنا. نعم. رغم سعادتك. نعم. لو وتنزل منه محاور بقى على الاربعين وعلى السويس وعلى فيصل، بحيث ان احنا ننعم زي ما في كباري اتعملت 22 كوبري في منطقه شرق القاهره في ظرف في 6 شهور، وشفنا في الاسماعيليه خلال سنه 12 كوبري، عاوزين برضو احنا ان شاء الله اللي جاي احسن. وطبعا حضرتك حضرت طبعا خطوبه بنتي. الف مبروك يا سيدي، ربنا يتم بخير. لنا ان نعرض طبعا صور الخطوبه بالمناسبه الجميله دي. جميلة جدا. واحنا طبعا بنوجه لتوته طبعا الف مبروك، وعقبال ليله الف مبروك طبعا محمد شريف العريس. الف مبروك. مبروك العروسين. مبروك العروسين طبعا الليله الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله موجودين باذن الله. نجوزوا الاحفاد بقى، عقبال الاحفاد ان شاء الله. ان شاء الله باذن ان شاء الله. الحمد لله. الف الف مبروك العروسين. جميله. يلا عقبال احفادك كده ان شاء الله. ان شاء الله. متشكر جدا. ولو عاوز طبعا حضرتك تقول حاجه في عجاله كده قبل ما ننهي الكلام. والله انا بوجه التحيه والتقدير للسيد الوزير المحافظ، وبطلب منه ان السويس زي ما هو تعهد قدام الشعب المصري كله في هذا البرنامج مع سيادتك،
وقدام شعب السويس ان هيرجع السويس عروس البحر الاحمر ترجع فعلا باذن الله، وانا متاكد جدا. خلي بالك انا مش اهلاوي ان شاء الله. الاهلي كسب 2-0 معقوله؟ بس بنقول له مبروك. انا مش اهلاوي ولا زملكاوي، انا بحب الكوره الحلوه. لما الاهلي يلعب مع اي فريق بره أيوة. احنا كلنا شعب مصر بارك بقى للاهلي. انا رحت لك النضاره، انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي. الاهلي اللي هو فاز طبعا ده شيء عظيم. انا سعيد بحضرتك جدا وشرفت ونورت برنامج الجريء، شرفت ونورت قناه الصحه والجمال. نشكر قناه الصحه والجمال، وطبعا محدش يزعل مني من اللي انا قلته. طبعا مهنه الاعلام والصحافه خط النار، مهنة البحث عن المتاعب، مهنة الحقيقة. يا ريت نخلي بالنا من المهنة دي، لأن في ناس قاعدة برة بتاخد أي كلام بتبني عليه موضوع. شكرا. كنا معكم برنامج الجريء من على شاشة الصحة والجمال، هاني وارس ابن محافظة السويس، وخليكم معانا في حلقة أخرى. وآخر كلامي الله المستعان. الله السلام المستعان. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المستعان.